بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يحسن بالمرء أن يتخير لنفسه إذا أراد أن ينكح. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الأسباب والدوافع والبواعث التي تغلب على الرجل أن ينكح من بيت ما أربع. تنكح المرأة لمالها، فإن المرأة إذا كانت ذات مال هذا مما يرغب الرجال فيها بنص الحديث، وكما جاء في أحاديث أخر: كان نساء الصحابة يحرصن على أن يكون لبناتهن مالا حتى يرغبن الأزواج فيهن. وتنكح المرأة لجمالها، وتنكح المرأة لنسبها وحسبها، وتنكح المرأة لدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن عقلا ونقلا، لو استطاع المرء أن يجد في امرأة الأربعة هذه كلها كان حسنا، فإن لم يستطع فيبدأ بمن قوامها التقوى ويثني بالجمال، لأن الرجل يحب أن يرى زوجته في صورة حسنة. ثم بعد ذلك في قضية الحسب، ثم في قضية المال. وينبغي أن يعلم أن الزينة إنما يجعلها الله في العينين، بمعنى أن الله إذا أراد أن يؤلف بين زوجين جعل أحدهما حسنا في عين الآخر. قال قيس بن الملوح وهو مغرم بليلى في الخبر المشهور: فيا رب إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، فيا رب إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. والمقصود قوله: فزني بعينيها كما زنتها لي. ولما قيل لليلى: إنك لست بذات الجمال الذي يجعل قيسا يقول فيك هذه الأشعار، قالت لقائلها: إن قيسا كان يراني بعينيه لا بعينيك، إن قيسا كان يراني بعينيه لا بعينيك. والله يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا أراد الله جل وعلا أن يؤلف بين قلبين زين كل أحد في عيني الآخر.